ايش موضوع متلازمة السندال؟ ايوه الموضوع هذا الطبي. طبعا مشاهدينا خلال حلقة اليوم راح نتكلم عن متلازمة السندال، هذه المتلازمة اللي تتميز بالقلق القلق يعني الذهني والجسدي والعاطفي اللي ممكن يصل الى مستوى نوبة هلع، يعني يصير عندك حالة ارتباك فصامية يسمونها، وحتى ممكن توصل للهلوسة احيانا. هذا الشخص لما يتعرض لجرعة كبيرة او مؤثرة من الفن، كان لوحات أو كان صور او صور انستغرام هاني يجي له متلازمة ستاندال، وسميت هذه المتلازمة بهذا الاسم نسبة للكاتب الفرنسي الشهير، كما تم تسميتها باضطراب الزيادة الثقافية او متلازمة فلورنسا. حلو. اليوم راح نتكلم مع الدكتورة داليا رزق اختصاصية الطب النفسي عن هذا الموضوع تحديدا. أهلا دكتورة وكل سنة. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أول شيء خلينا نتكلم على هذه المتلازمة، كيف تبدأ وهل معقول أنه ممكن الفرد يتعرض لنوبات يعني نوبات بانيك اتاك ما يسموها إذا كان في مكان فني أو متحف؟ اولا متلازمه ستاندال اللي بنسميها الصدمه الفنيه. يعني اتمنى ما انصدمتوا من الصوره. لا لا اللي وصفها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الكاتب الفرنساوي ستاندال لما راح زار فلورنس. متحف مفتوح مليان منحوتات ولوحات فنيه كلها مليانه بتفاصيل صغيره كتير بتثير مشاعر نفسيه عند الشخص. متلازمه ستاندال علشان الشخص يصاب بيها لازم شويه شروط. أولاً إنه يتعرض لجرعة كبيرة من الفن، يعني مش بس صورة واحدة. وكمان يكون ده أثار عنده مشاعر نفسية شديدة جداً فوق قدرته هو على الاحتبال. فبالتالي الحالة النفسية تبدأ تظهر أعراض جسمانية عليه. زي ما وصفنا خوف شديد جداً يصل إلى درجة الهلع، اضطراب في ضربات القلب، رغبة في البكاء، ممكن يغبى عليه، أو في بعض الحالات الشديدة يجي له حالة فصامية، ينفصل عن الواقع تماماً ويجي له هلوسة وحالة ذهانية حادة. طيب دكتورة هل هناك يعني ربط بين هذه المتلازمة وأمراض أخرى نفسية؟ هو احنا ما نقدرش نقول إنها مرض في حد ذاته، لكن حالة. زي ما قلت لحضرتك هي حالة بتصيب شخص عنده استعداد أو عنده حساس زي ما بنقول. فممكن الشخص ده يكون معرض للإصابة بأي مرض نفسي زي اضطرابات القلق الحادة، اضطرابات الاكتئابية، فلو حد حصل له حاجة زي كده من الأفضل إن احنا نطمن على التاريخ الأسري إن ما يكونش فيه أي أمراض نفسية تانية يعني. بس دكتور من إيش تجي هذه الحالة؟ يعني هو رايح مفروض إنه يتفسح، يروح يشوف فن، يروح يتأمل في الفنون اللي موجودة، ليه ممكن تجي له المشكلة في الانفعال اللي هو بيحصل عنده، التأثر المشاعر النفسية عنده وتفسيرها، يبتدي يفسرها بشكل ممكن يخرجه عن الواقع. نعم. بس هي دكتورة يعني هذه المتلازمة هل معترف فيها بالطب النفسي؟ هي بصراحة لا تدرج تحت بنود الأمراض النفسية. لأنها ليه بنقول عليها متلازمة؟ مجموعة أعراض اتوصفت في عدد صغير من الناس، يعني مرض نادر حدوثه يعني. طيب العلاج دكتورة الشخص اللي يعاني من هذه المتلازمة كيف؟ هو للأسف علاجه أنه يبعد عن المكان، يبعد عن الفن، أنه ما يروح مكان وقت الحالة، يعني ما أقدرش نقول أنها متكررة الحقيقة، لكن المكان اللي حصلت فيه الحالة دي يفضل انه يبتعد عنه. نعم. بالنسبه للاعمار دكتور عادي ممكن تصيب اي احد؟ والله هي الحالات اللي اتوصفت كلها تتراوح ما بين عمر 26 ل 40 سنه، الوقت اللي هو فيه الناس بتروح سياحه وتبتدي تتفرج على اماكن. طب بالنسبه للناس اللي عندهم لوحات فنيه في البيت نفسه مثلا؟ لا هذا عنده مناعه. لا احنا مش عايزين نخوف الناس من الفن. دي لما يكون في كميات كبيره جدا ومنحوتات جداريه وتماثيل وحاجات، يعني مش مجرد لوحه فنيه واحده. يمكن هي هذه المتلازمه ايضا تشبهها بمتلازمه تصيب اليابانيين لما يروحون باريس تحديدا. يكون عندهم تصور مشاهدينا انه باريس يعني مكان اشبه بالجنه وبرج ايفل، فلما يروحون ينصدمون يصير عندهم متلازمه خاصه. لكن دكتوره يعني ابعيد السؤال بصيغه ثانيه، هل ممكن هذه المتلازمه تعطينا تصور عن الشخص انه ممكن يكون يتعرض لحالات نفسيه اخرى؟ ممكن. بس هو مش بالضروره، هو مش معناه ان هو اصاب بمرض. نعم. هي حاله خاصه. لكن لو اتكررت او بقى كانت طويله، يعني مثلا بعد عن المكان واستمرت مع الاعراض، معنى كده هو محتاج تدخل طبعا. طبي يعني، يستحسن ان هو يزور طبيب نفسي لان ممكن يكون معرض لاصابه بامراض عضويه ثانيه او نفسيه ثانيه. لكن زي ما ذكرت هو مرض نادر جدا. جدا الحمد لله. طب لو جات الصدمه الفنيه هذه لاحد معايا يعني في المتحف، انا ايش المفروض اعمل؟ لا هي ممكن تبقى الوعي بقى ان هو دي ممكن تكون حاله نتيجه التواجد في هذا المكان، وان الافضل ان هو يخرج يطلع. اوكي دكتوره شكرا جزيلا. شكرا. اتمنى لك ان شاء الله سنه سعيده يا رب، وان شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمه بمواضيع جديده ان شاء الله. شكرا دكتوره، يعطيك العافيه.